الهدف نتاع المؤسسه نتاعنا من المشاركه في طبعه 31 لمعرض الانتاج الوطني هو تعريف الجمهور بمنتجاتنا الجديده. وإذا تحبوا انتم لي فيكول اوتيليتير تو تيران مرسيدس ال بروبوز هنايا في لو صالون لا برودكسيون ناسيونال لو نيو كلاس جي 350 دي. هذه النسخه اللي استفادت من بعض التغييرات التكنولوجيه وحتى في جانب المحرك راح نكتشفوها اليوم في توت اوبسيون. اكيد اهم حاجه تستناوها هو السعر، لانه هذه المره ما روش ديستيني لوزاج ميليتير اونيكمون، راح يكون اوسي بور لي بارتيكولير ديسپونيبل ا ان بري دو 16 مليون اون اور تاكس. عندما نقول نيو برودكت اكيد تغييرات كثيره طلعت على محرك لو مرسيدس كلاس جي 350 دي، اهمها قوه الاحصنه اللي لحقت 249 حصان مجهز بمحرك 3 لتر 6 سلندر و600 نيوتن متر من عزم الدوران، وكل هذا يعطينا سرعه قصوى تلحق 160 كيلومتر في الساعه لكن بريدي، وكاين اون اوبسيون اون بو لو بريدي ا اون فيتيس دو 120 كيلومتر. في الواجهة الأمامية أهم شيء اللي تغير هما الأضواء اللي أصبحوا أون فولاد، بلا ما ننساو لابروتيكسيون أوناسي هذه اللي متواجدة في الواجهة الأمامية باش تعزز هذاك لاسبي باغودوغ ونقدروا نستعملوا هذا لو فيكول وين نحبوه. سي ان فيكول دايوغ تو تيغا يدخل في الصحراء في الجبل إيتو. شيء آخر تكونوا حتى أنتم شفتوها سي بيان هاد لافيلتراسيون اللي كانت من الجانب الأيمن وأصبحت من الجانب الأيسر. سي فيلتراسيون سيكلون أ 3 نيفو دو فيلتر. عندما نروحوا الجانب ديال كلاس جي 350 دي ام تغييرات نلمحوها بيان سور كيما سبق وقلنا لكم لا فيلتراسيون لو فيلتر سيكلون هذا ا 3 نيفو دو فيلتراسيون. شيء اخر نلقاو دي جونتون اسي 16 بوز، هذه حاجه كانت في النسخه القديمه. نشوفوا اون بوتيت موديفيكاسيون اللي طلعت على لي ريترو فيزور واللي اصبحوا يعني لوتيزاسيون تاعو اصبحت بلو فاسيل اون بلوس ان تي بو الارجي، دونك تغيرت مام لا فورم ديالهم. شيء اخر لقاو اوسي او نيفو دي باساج دو رو لي بروتيكسيون زادوا على ضوء اكثر باش يعطينا اون بروتيكسيون ماكسيمال في هذا الفيكول. فيما يخص الابعاد اهم شيء تغير هو الارتفاع، وين اصبح الارتفاع ديالو 2 متر 10 بعد ما كان 1 متر 90 ا بو بري 1 متر 85 اكزاكتومون. اما فيما يخص الطول الاجمالي ديالو 4 متر 84، العرض ديالو متر فاصل 85 بالتحديد. ستاسيون فاغون شباب بزاف، لو كان جات ليا ما خيروش بلا كولور بلونش، سي بلوتو دون لو بيج، دونك هكذا باش يكون عندنا ليسبري سافاري. يلا نروحو نشوفو الصندوق الخلفي ولا اون سانكيام بورت اللي نقدرو نقولو. دونك لا شوز اللي تغيرت مقارنة بالنسخة الماضية لا ديسباريسيون ديال لي سياج اديسيونيل الرباطاب اللي كانوا في لي دو كوتي، ولهذا فيه تو سامبلومون 4 بلاص. لا كاباسيتي دو شارج يوتيل داخل هنايا لو كوفر بلوتو ما عندناش اكزاكتومون لو شيفر، مي على بالنا بلي لو ريزيرفوار ماتنون القدرة الاستيعاب ديالو 80 لتر او ليو دو 96 لتر، وبيان سور هذا اوبسيونيل رجع في هذا لو فيكول وين تقدروا تكومونديو ان ريزيرفوار بلو كرون بيان سور بور بلوس دو كيلومتر. واش راح نقول لكم عشاق سفاري وعشاق الصحاري ايضا يقدروا يقتنيوا هذا النوع من السيارات يسير، لما ننساو بول داطلاج اللي تقدر تدي بها سي با باجاج ديالكم سوبليمونتير اوتياج شي اللي حبيتوه. شيء اخر نذكركم به هو سعر هذا لو مرسيدس كلاس جي اللي بروبوزي ا ان بري دو 16 مليون دو دينار اون اور تاكس. اهم شيء تغير داخل هذه المقصوره سي بيان هادو فولون اللي صبح تاع لو سبرانتر، كنا حابين يكون ان فولون ميتي فونكسيون سا فياندرا بوتيت في لي فيرسيون الجاي، لانه هذا سي جوست ان بروتوتيب. قاو لي سياج اوسي اللي صبحوا بيان غومبوغي بلو كونفورتابل، بواط فيتاس اوتوماتيك اللي متواجده خلف المقود ا 9 رابور جيترونيك سيل فو بلي، وما ننساوش لي باليت او فولون بور لو شانجمون فاسيل ديال هاد لي رابور. Trois systèmes de différentiel là avec une touche digitale, donc on appuie بدلو soit نحبو بالعجلات الخلفيه ولا الاماميه ولا رباعيه الدفع كليا. لقاو ان سيستم دورجونس ان بوطون لهنايا روج اللي اون بو لاكسيوني في حاله ما اذا صار طارئ مع هذه السياره ولو موتور اصبح خارج الخدمه، دونك نستعملوا هذا لو بوطون ونقدروا نمشوا بهذه السياره كهربائيا لمسافه 100 كيلومتر. بلا ما ننساو انه هذه السياره ايضا مجهزه بون باتري هي اللي الاليمونت هذا لو فيكول وتسمح لنا باش نقودوا هذه السياره مسافه اضافيه.
vitre surteintée, deux prises, elle en a type C, deux portes gobelets, système autoradio, une entreprise pour l'avant 24 volts pour l'utilisation d'un appareil spécifique, les 24 volts, 4 places au lieu de 5 places ou les 6 places, les canettes fait un Nusra Al Qadima. Système de protection de roues de secours avec un anti-vol. C'est la chose nouvelle, les adouafs le classe G, le janib El Khalfi. Mais le poids total dialo avec charge utile, il a 3,5 tonnes. Amma fi mais la charge utile, il y a une tonne exactement. Ou tu peux marcher بها حتى 200 km. بلا ما ننساو une autre charge نقدروا نرفدوها على هذا الكلاس جي, c'est bien sur le toit où il تلحق القدره ديالها 200 kg.